على فيوتشر، مش نادي رئيس نادي، وكل المكالمات دي بتاع وفلانه وعلانه عادي يعني. واي حد هيمس احمد جمال يبقى شغال بره الاعلام. كلامي واضح، انا ضد اللي قال، مش متفق على اللي قال، بس اذا كان بتقيس بجد هتشيله من الاعلام، شل اللي فات ده من الاعلام، ولا الكلب 100 كيل، وهي شركه واحده، شركه متحده، الشركه المتحده. وبعدين انت مالك قولا واحدا عمر كمال في فيوتشر، قولا واحدا فيوتشر هوم وعمر كمال هوم، قولا واحدا تاني، قولا واحدا عمر كمال في الزمالك كوم اللي بيعقد بيننا وبين بينه، وشغل الفتوانه اللي انتوا عاملينه ده كوم، وبقول اهو وبعت رسايل محترمه، ابعدوا فيوتشر عن لعيبه الزمالك المتعاقده، ابعدوا فيوتشر عن لعيبه الزمالك اللي لسه جايه ومضت، خلي فيوتشر في حاله، هو مش ناقص. تاني برغم ان في وليد صديق وليد دابس واعتقد محمد حلاوه وايمن منصور، انما اللي عمال يتنطط شوبير. هو انت بتتكلم بصفه ايه؟ وبعدين الاخ دياب طالع يقول لك ايه؟ عمر كمال في فيوتشر. هو انت فيوتشر ولا رابطه انديه؟ ولا قطر؟ يسلم لقطر عشان ينفذ الاحكام الاهليه. حتى لو انا مختلف مع قطر 100 مره. انما ليهم فلوس ياخدوها. واللي خد الفلوس وهرب ده هارب من هناك. بلدنا بلد محترمه، اعتقد العلاقه دلوقتي بين البلدين قطر ومصر علاقه يعني بقت وطيده ومحترمه، يتسلم. انما ده اهو ده سيف زاهر بتاع حته ثانيه. ما هو دلوقتي احمد دياب في حته ثانيه خالص، دور عليه في الارض دلوقتي، وده شو بيه؟ ده مش مشكله. فاكرين لما ميدو الزملكاوي طلع من اسبوع شتمني انا وامير مره واحده كده؟ كان هو اللي مسلط. وادي الكابتن حازم امام عضو مجلس النواب اللي المفروض كان عمل طلب احاط عاجل لانك زملكاوي،